خويا البوطه خويا تجهدات عليها بقات كتزير فيها تجهدات على العافيه بوحدها في الطريق حتى هي فين كانت مريضه عندها مرض شويه نفساني كتخاف تغوت عندها وليداتها ووليداتها كاينين مع راجلها وخويا حنا حاولنا الدراري كاع ولاد الدرب ولاد الحومه نحاولوا باش نسقلوا القيفه خويا ولكن راه تسقيب مور العاصر تقريبا هكاك مسكينه هي خويا مريضه ما تقدرش تصحى العباد الله تقول لي شي حاجه لا تخوتات ولكن حتى الاخر حتى شتات الدار في العافيه هادشي اللي كاين هو واش نقول اخويا حنا راه قاسين حنا باقي حنا بلا فطور بلا والو حنا الاول اخويا خويا حنا كنا خويا مريحين ما بينا ما علينا حتى سمعنا خويا العافيه شاله وصافي اخويا ملي طلعنا خويا للدار نشوفوا خويا الحادثه حسن الشرجم حنا دارنا خويا شفنا الشرجم من تما كبتينا العافيه طلعنا خويا باغي نحلوا الباب مع العافيه تجهدات علينا